فبدون شك أن استشراف المستقبل عامل مهم في النجاح. يتحقق اليوم برؤية سيدي الشيخ محمد، وسيدي الشيخ محمد، سيدي الشيخ محمد بن زايد دائما يقول عيال زايد، يخاطبكم بهذه الكلمة. حد منكم سأل؟ كلمة جميلة أن واحد يناديك باسم أبوه، ولكن لا ننسى أن هو يعني حاجة، هو يعني البيت متوحد، هو يعني أسرة مترابطة، هو يعني أسرة إماراتية.